صلى على النبي. ايوه كل سنة كل سنة. كل واشكر اكسكيوز مي، هو مفيش منيو؟ ايه ده، هو انتوا كلكم طالبين نفس الاكل؟ ان شاء الله. هو نفس الدرينكس ونفس البطاطس و... رضا يو نو، حلوه يعني الستايل والفكره بتاعه المطعم ده، انه يبقى كده وان تيبل كل الناس. الحمد لله. ده انا والشيف مش عايز حد يوم جعان. الحمد لله يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم يا رجاله. الف سلامه الف سلامه يا استاذ. لو سمحت امرني. الاكل حلو جدا بالهنا والشفا. ثانك يو. بس هو انا يعني مش عارف الحساب كام، انا بس معايا 10 جنيه. حساب ايه؟ انت عايز تضيع عليا الثواب يا ابني؟ كل سنه وانت طيب، حط فلوسك في جيبك، رمضان كريم. يلا يا ابني شيل الحاجات اللي هناك دي. طب انا كنت عايز اكل ديزرت، عندكم ديزرت؟ كام رقم راضي ده؟ كام رقم راضي؟ لازم افتكره. لازم 0 1 9. يا 0 1 9 5. اوكي. يا اولي ما لفت. كان كام اخر رقم؟ كان كام اخر رقم؟ يا ايوه باشا. نعم. ايه كنت بفتكر اخر رقم. ربنا يكرمك تساعدني، متاخر علي اجر الاوضه. انت عندك اوضه؟ يبختك. طب ممكن اجي ابات عندك؟ يا ناقصه. طيب ما عندكش قلم في الاوضه دي؟ عايز افتكر بس رقم اكتبه كده. خد خد. انا تعالى خدها انت. تعالى انت، بقول لك تعالى خد. اوكي. خد. ايه ده؟ لحم. هو انت ليه بتوزعي لحم؟ اصل الديب فريزر في بيتنا اتملى، فقلت انزل اوزع اللحم. اوزعها يا عم للغلابة. اوكي ثانك يو. بس انا مش غلبان. امال انت ايه؟ نو انا مصري. تبقى غلبان، خد اللحمه. نو انا اسمي مصري. اوكي، انما انا اصلا امريكان. يا اهو انا امريكان. وايه اللي مدهولك بالشكل ده؟ كنت في مظاهره ضد امريكا. يعني انت جاي من امريكا لمصر عشان تمشي في مظاهرات؟ نو مش هو ده الحكايه. هو انا اللي حصل يعني.
بصراحه كمان انا كنتش متخيل ابدا ان الناس هنا كده بتكره امريكا قوي. يمكن عشان ما بتعرفش تتخيل. طيب انت مصريه؟ اه. طيب ممكن اسالك على حاجه؟ انا عايز اروح اي مكتب يكون بتاع اتصالات. لا صعب، تعال اركب معايا العربيه وانا اوريك ان المصريين جدعان. هوديك، تعال. ثانك يو ثانك يو. وده اعمل لو سمحت. لا لا عم. انت غلبان؟ كلنا غلابه لله. طيب اتفضل. حبيبي يديك الصحه، فيك شر البلاوي، فيك شر من يزيك يا ابني، يديك الصحه. ثانك يو. كل ده ثانك يو. شايف حالي عامل ازاي؟ يلا هاي. الو، اهلا وسهلا. انتوا مكتب اتصالات؟ مظبوط يا فندم. رايت. اوكي طيب، ممكن اعمل اتصال؟ لا يا فندم، احنا شركه اتصالات. حضرتك لو عايز تعمل اتصال او اي تليفون في كشك بره ممكن تعمله منه. اوكي 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 سوري. اوكي نورت. ثانك يو. اوه ماي جاد. اكسكيوز مي، اي وانا ميك ا كول بليز. الله يسهلك. انا عايز اعمل تليفون لو سمحت، وكمان عايز ازازه ميه. ازازه الميه بجنيه ونص عندك في الثلاجه هنا. اوكي، ده الرقم اللي انا عايز اكلمه. ايه بس الرقم ده ناقص نمره. يا اي نو، انا مش فاكره. احنا هنهزر يا استاذ، ايه النمره عشان نخلص؟ يعني هو لو مش 1 او 2 ممكن يبقى 3، احتمال 4، لو ما طلعش 5 نجرب 6. انت عايز تعمل كام مكالمه؟ يعني انا هجرب يعني، بس اكيد مش اكتر من 10. طب هدي هدي تحت الحساب. اتفضل. اوكي اوكي. ايه ده؟ انا اول مره اشوف حد مربي موبايل. هو انت ليه ربطه كده؟ هو بيعض؟ ما هو لو كان بيعض ما كانش 3 اخواته اتسرقوا مني قبل كده. اوكي. هلو؟ الو، ممكن اكلم راضي؟ راضي؟ راضي مين؟ محدش هنا اسمه راضي. واحد. هلو؟ الو؟ اكلم راضي؟ راضي؟ اقفل يا اهبل. اثنين. اكلم راضي لو سمحت؟ طب ما تنفعش يا عبير. ثلاثة. هلو؟ الو؟ اكلم راضي؟ اكلم راضي؟ بطل معاكسات ياض يا ابني. أربعة. اكلم راضي؟ خمسة. ايه ده؟ ترد ليه كده وانت هتموت؟ ما تردش. سبعة. اكلم راضي؟ اقفل يا عيل يا جزمة. ثمانية. هاي. ايوه. راضي. مين معاك؟ راضي، انا مصري. ايه؟ ما كلنا مصريين. بدور عليك. الحقني يا راضي. ثانك يو يا راضي. بس تصدق الراجل ده بيخسر؟ ده بيبيع الميه بجنيه ونص مش ب30. انا اتمرمنت قوي يا راضي، انا اتمرمنت. انا مش عارف ازاي اعيش كده. عادي، زي ما كل المصريين عايشين. راضي، ممكن تخليك بس جنبي وتساعدني لغايه ما نشوف انا هعمل ايه؟ اوكي، ابوس صدرك. أجل الرجولة والجدعنة اللي عملتها معايا مع الضابط، أنا مش هسيبك في أزمتك. يعني إيه مش هتسيبني في جزمتك؟ اشرب اشرب قبل الأذان، اشرب. إيه ده؟ ده أنت اتمرمطت بجد. آه والله. يا. سمعت حاجة؟ الأذان. اركب. ده عطشان قوي. طب بقول لك ايه، الكاميرا والشنطه بتاعتي فين؟ معايا. اركب. ثانك يو. طبعا مش فاكر بيتكم القديم وهتدوخني. لا طبعا فاكر، هنا في القاهره. بقالنا ساعة بنلف، عمال تدخلنا في شارع وتطلعنا من التاني واخرتها. اعمل ايه بس الشوارع كلها شكلها متغير، انا مش فاكر ولا شارع. انا افتكرت حاجة.
كان في واحد بيعدي تحت البيت بيبيع فول. حراتي ولا مدمس؟ انت يعني بتمتحني يعني؟ مدمس طبعا. وكان بيعدي كل يوم كمان. انا كنت فاهم انه بيعدي يوم او يوم لا. ارحم امي العيانه، افتكر حاجه تانيه. طب ممكن نسال حد طيب على اسم الشارع ده اللي انا مش عارفه؟ راضي ذات ست يا راضي، اهو شارعنا اهو. انت متاكد؟ طبعا طبعا متاكد. I can't believe it. Thank God. يلا روح بقى، روح بسرعه هناك. شارع بستان المها مهاميز. يا راضي اهو، هو ده الشارع بتاعنا راضي، شارع بستان المهاميز ده، ودي العماره بتاعتنا. ايه دي؟ انت متاكد؟ طبعا راضي متاكد، انا انسى اي حاجه في الدنيا الا العماره اللي انا لعبت فيها وتربيت وانا صغير يا راضي. واو ثانك يو سو ماتش، ويا ريتك ما كبرت. سلام. ثانك يو راضي. اوكي مان، اوكي تيك ات ايزي. شارع بستان المهاميز، يعني اللي ساكنين فيه هنا مهاميز. اكسكيوز مي مهموز، اكسكيوز مي مهموس مهموس. اوكي او ماي جاد. واو يا ماي جاد. لو سمحت، مش دي عماره ستة؟ دي عماره 26. ما هو عدى 20 سنه اكيد بقت 26. طب في هنا ساكن واحد اسمه سعيد عواد. سعيد تختخ؟ يا سعيد تختخ يا. هو ساكن هنا في 26. اوكي. مش في 6. ثانك يو. لا. ثانك يو. يا. عجزت قوي. كوم داون كوم داون. انتوا مين؟ احنا اللي مين يا حرامي؟ نو انا مش حرامي، انا مصري، انا مصري. وايه يعني مصري واحنا واخدينك اسير؟ انت حرامي. نو انا مش حرامي، انا مصري. يا شيخ اتقي والله، حتى في رمضان بتسرقوا. هاي شيت. ولا تعال هنا لا يسرقك. نو انا مش سريق، انا مصري. أو انا مصري العربي. انت سعيد تكتك. اجا سعيد، انت بتصاحب حراميه؟ استني بس يا بابا، ده مصري العربي. يس 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 يس. وحشتني يا مصري. ثانك يو. اوكي خير. بلاش بوس سعيد. شيت، ازاي راجل غريب يعني ينام معانا في نفس البيت؟ لا كان احنا كده والاسم متجوزين وبشوفك بالصدفة. امال لما نبقى زحمة بقى هنعمل ايه؟ وانا مالي؟ هو انا اللي عزمته ولا انت عايز تتخانق وخلاص؟ اتخانق وخلاص؟ انت شايف امك بتعمل ايه؟ امك دلوقتي بقت امك. امال يا خالتي، يا خالتي راحت فين؟ منصف. ايوه خالتي. في حاجة يا منصف؟ لا يا حبيبتي سلامتك. الله يسلمك. هاي شفت الفانوس بتاعي؟ ده فانوس ايه ده؟ ده فانوس رمضان. ومين ده بقى؟ رمضان؟ رمضان يا عم، ده كرومبو. كرومبو؟ شبه كرومبو. لا بس خدوده. وانت اسمك ايه بقى؟ حماسة. حماسة؟ وعندك كام سنة يا حماسة؟ سيكس. سيكس؟ نو سيكس. نو 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 سيكس. نو سيكس.
سكس يو سيكي. لصمت الباب مؤقتا. اوكي نسيت اعرفك بالاسره الكريمه. ده بقى عبد المنصف. اه هاي اهلا نايس تو ميت يو. ودي بقى اختي ابتسام. هلو هاي. ايه ده ايه ده ايه يا عم انت هتعمل ايه؟ ابوسها. تبوسها؟ ده انا جوزها ومش عارفه ابوسها. اوكي احضنها يعني من غير ما ابوسها؟ يا عم لا تحضن ولا تبوس. ده ايه الليله السوداء دي؟ ما تشوف صاحبك ده يا عم سعيد عايز تبوس مراتي ده كمان. يا عم بص احنا هنا مش في امريكا. هنا ما فيش الحاجات دي. وات؟ فيش هنا احضان ولا بوس؟ لا طبعا. انتوا ازاي عايشين كده؟ نسيت اعرفك بقى باللمده الصغيره موسى اختي. من بعيد ولا بتتباس؟ بتتباس. اوكي هاي هاي. انت بس هنا اللي بتتباس سعيد. خد يا ابتسام حته اللحمه دي. لا يا ماما انا مش عايز. لا خلاص اصل انا زهقت من اكل اللحمه. انا هاكل لقمه بمول اخويا. خد يا ماما حطيلي شويه رز. حاضر يا حبيبي. كمل يا مشروع كمل. اوكي انا مش عندي معلقه بس ممكن معلقه؟ اه اتفضل. ثانك يو. بس يا سيدي وبعد بقى ايه المظاهره ما خلصت بفتح عيني كده لقيت نفسي مش شايف غير نقط سودا بس. انت ان شاء الله ناوي تقعد هنا لغايه امتى؟ ممكن الجوس؟ يعني اول ما انظف الشقه بتاعتي هامشي على طول. لا قصده هنا في مصر. اه اوكي ثانك يو. والله سعيد انا كنت عايز اقعد على طول بس طبعا بعد اللي حصل معايا ده انا هعمل الشغل بتاعي وارجع امريكا تاني. ده قرار صح جدا على فكره. يا يا صحيح انتوا عايزين مني كام فلوس؟ اخص عليك يا مصري. عايز تدفع ثمن قعدتك معانا؟ ياس نورمال. مش باكل وهاكل وهشرب وهنام. يعني انا لو جيت لك امريكا هتدفعني ثمن قعدتي؟ اكيد. طب يا سيدي خلاص مش هناخد منك فلوس وانا لما اجي لك امريكا ما تدفعنيش ماشي؟ لو انا قاعد. ناوليني يا ابتسام طبق البسبوسه. كل يا مصري. اوكي. خد يا حماصه طبق البسبوسه ده تنزل لام عبير بس اوعى تدب صباعك فيه وبعدين تعالى كمل اكل. ياه. واو ايه ده؟ مش ده الشخاف؟ اسمه خشاف. ده من خشاف ولا من ديري؟ ممكن اخد منه؟ لا طبعا خده كله بس بعد اللي قلته لحد ما يمد ايده عليه. اوكي بعد الملوخيه بقى بقى. بعد الملوخيه. حلوة قوي قوي الملوخية دي. ده أنا اللي قطفتها وأنا اللي خربتها وأنا بقى اللي شهقت عليها. أيوة مين بقى اللي عملها؟ كنتش مصدق إن أنا ممكن آخد شاور. افتح سعيد. الله أكبر. اوكي يس يا هاي نوسة. ايه مالك يا نوسة؟ مالك؟ خش جوه خش جوه. في يا عم انت ايه؟ ما ينفعش تمشي كده في البيت. البيت فيه ستات. يا يا انا شفتهم نوسة وابتسامة. وانا بعرفك عليهم. عيب 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 ليه؟ متخلفين. البس اي حاجه بقى داري نفسك. كنت واقف عريان قدامي كده. اوكي اوكي. وشعرك الجميل ده ماله؟ تلمه. حاضر اوكي اوكي هلمه. اوعدك يعني لو شفت شعرايه بس واحده واقعه في الارض هلمها على طول. اوكي بقول لك ايه؟ نعم. انت الحل الوحيد معاك تتحجب. تتحجب؟ اه اوكي اوكي اوكي. صلى على النبي صلى على النبي. ايه ده؟ مين؟ وانت حماسه. ما تزعلش يا مصر من منصف. اصل ظروفه صعبه شويه. اوكي اوكي سعيد ما بروبلم. خد دي. ايه دي؟ ملايه؟ دي جلابيه ابويا الله يرحمه. البسها هتريحك. هتريحني زي ما ريحته كده. انا اكيد مش عارف انام في الجلابيات سعيد. ام فاين انا معايا حاجه. ثانك يو. الواحد يعني كان تعبان قوي. قولي بقى انا هنام فين سعيد؟ هتنام على سريري. طب وانت هتنام فين؟ انا مالك انا بيت منصف. منصف هينام فين؟ هينام في الثلاجه بره. وات؟ هينام على الكنبه اللي بره. لا سعيد انا كده لخبطت كل حاجه. بليز لو سمحت انا خليني انام على الكنبه وانت نام على سريرك. اوكي طب هقول لك احنا نجيب حماصه هنا وانا وانت نام على السرير. ليه انت هتصاحبني؟ قصدي يعني يعني انت هتصاحبتي الجيرل فريند بتاعي يعني. لا سعيد اوكي انت نام على سريرك وانا لا 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 مصري. لا 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 ورحمه ابويا ما ينفع. بليز تعالى نام على سريرك. رحمه سريرك. رجلك كبرت قوي يا سعيد. ها
مهام القعدة. لا التانية دي كبيرة من يومها. صحيح، هو أنت بتشتغل إيه يا سعيد؟ عواطلي. ومبسوط فيها؟ أهي اللي موجودة. ما هنا تسأل المهندس كان نفسك تطلع إيه؟ يقول لك دكتور. ولما تسأل الدكتور يقول لك محامي. مفيش حد هنا بيشتغل اللي هو عايزه. وأنت كنت عايز تكون إيه أصلاً يا سعيد؟ طيار. هو مع إن ركبت الطيارة مرة واحدة في حياتي. وكنت مرعوب. رحت عامل فيها بتخنق وبموت كده. بس انت كده مشلول مش مخنوق، حركات مصريين. طيب واشمعنى طيار بقى؟ عشان الطيارين المصريين احسن طيارين في العالم. You know what؟ ده كلام بيقولوا المصريين علشان يصبروا نفسهم بيه، انما هو خرافات. زي ان الراجل المصري يروح اي مكان في العالم كل الستات تموت فيه، او زي مثلا ان الطفل المصري اذكى طفل في العالم. او شيت، هو كده يعني ممكن ده أذكى طفل في العالم؟ ايه ايه يا حماسة ده؟ انت ده انت بتقولي اللي كنت بترفض وانا عرفت صعب منك. انا استنى يا حماسة، استنى يا حبيبي، استنى السندوتشات. جبنا نست ولا بيت؟ الاثنين يا حبيبي. مع السلامة. مع السلامة. خد يا مصر. يمكن تحتاج حاجة. ثانك يو، انا فعلا مش معايا فلوس. أول ما يبقى معايا فلوس هرجعهم لك على طول. ترجعهم لي ده إيه؟ ده أنت زي سعيد ابني. هو سعيد مش بيرجع في الفلوس؟ ربنا يرزقك ويرزقه. أوكي. مع السلامة. ثانك يو، سي يا. صباح الفل يا سعيد. صباح الفل يا سمعة، اتفضل. هو سعيد اتفضل فين؟ إحنا متأخرين. يا عم يا كلام كده وخلاص. عزومة في المراكبية يعني. أوكي. إيه ده، مش دي السكولر بتاعت باباك سعيد؟ هي. هو مات وهي لسه عايشة. صباح الخير يا سعيد. صباح الفل يا ام فاروق. والنبي عايزك تيجي تغير لي الانبوبه يا سعيد. عينيا الاثنين. تسلم عينيك، يا رب يخليك ويكفيك شر المرض يا رب. ايه سعيد، ماتت هي كمان ولا ايه؟ صباح الخير يا سعيد. صباح الفل يا عم سعيد. اتفضل. بس سعيد مش فاضي فانا قلت اقول بداله اتفضل. امسك كده. ايه ده؟ انت ايه حاطط فيها المدرسه؟ امسك يا سعيد. هات. ايه ده ايه ده ايه ده سعيد، ايه ده بتعمل ايه؟ ده الكتاوت. كتاوت؟ تقصد الكتاوت كده بالطوبه سعيد؟ يا عم ماشي بالبركه. ازاي بتعمل كده؟ دي مستحيل تشتغل، انت اكيد بوظتها سعيد. نو واي تشتغل. اشتغلت. واو، ازاي كده؟ اجري يا بيه، اجري عشان الحق سعيد. سعيد سعيد استنى، كويس اني لحقتك. خد عبير معاك عشان الكروس المدرسه فاتها. ها عشت يا اخوي، خلي بالك منها واكلها. انا الاثنين يا معبير. ايه ده ايه ده سعيد، الكلام ده حقيقي ولا عزومه في المراكبيه؟ عزومه مراكبيه يا عم، ما البنت ركبت اهو. طب انا اركب فين يا عم؟ بسمه هنا بكافي 100. اركب وسعت لك اهو. بس كده قلقني يعني، مش قانوني كده سعيد. يا عم خليها على الله. حماسه امسك كويس. ها امسك كويس لحسن تقع. حماسه. شفت كان عندي حاله، لما قلت لك خد بالك هتقع. السفير بعت للجهات الامريكيه هناك. مظبوط. اعتقد ان الموضوع هيتاخر شويه. المشكله ان حضرتك خرجت من امريكا بالباسبور المصري من غير ما تثبت فيه الجنسيه الامريكيه، فبالنسبه لهم حضرتك ما خرجتش من امريكا ولسه هناك. والله انا لسه هناك فعلا. طب وانا عايز ارجع ليه لما انا لسه هناك؟ انت عارف الموقف بعد احداث 11 سبتمبر، وخصوصا انك من اصل عربي. عموما سيب رقم تليفون نقدر نوصل لك عليه. اوكي. 012 ايه؟ يا مصري، عملت ايه؟ قالوا لي هنبقى نتصل بيك. طب ايدك معايا، ايدك معايا. هو صحيح اللي بيترفضوا في السفاره دول ناس زباله؟ لا طبعا، مفيش حاجه اسمها ناس زباله يا سعيد. امريكا مش بتفكر كده، دي حجه بس بيطلعها الناس اللي هم بيترفضوا. اصل اترفضت 3 مرات قبل كده. عشان انت زبالة يا سعيد. ازاي تعمل كده في الشارع؟ معلش اصلي كنت محصور ومفيش حمامات في الشارع. دي حجة بيطلعها الناس الزبالة اللي زيك. ازاي تعمل كده في الشارع؟ Are you crazy؟ معلش يا مصر معلش. ازاي كده؟ انا فعلا مش مصدق مش مصدق. ركب ركب ركب. Oh shit wait. ايه ده؟ ايه
ايه ده ليه بيشخبط في الباب بتاعنا ده؟ ده النجار. النجار اوكي. النجار هنا عندكم شخبط عادي؟ اوكي شخبط هنا شويه. واو This is amazing. اوه اسم الله عليك. I'm fine. ايه ده؟ ليه عملتوا كده؟ ده طلع منها كمية تراب رهيبة. انت مين؟ انا نوسة. وايه كده ليه عجزتي نوسة؟ خدي ام سعيد اديها بدي كده ممكن ترجع شباب تاني. ايه ده؟ كده لبختوا الارض؟ اتفضلوا هبونا عشان نقدر نخلص قبل الفطار. يلا اتفضل.